مرحبا، معكم شريفة الجابر ميك اب ارتست من الكويت، جايين دبي مع بوتيكات حق برنامج باتل اوف ذا ارتست. ان شاء الله اليوم راح تكون منافسه جدا قويه مع زميلتي عذار سنافي. طبعا الموديل اليوم الجميله شهد الجميلي راح اطلعها هاف سموكي والوان الصيف والتان، راح يكون لوك وايد حلو حدي متشوقه اسويه. طبعا عذاري انا جاي بشري، فانتي الحين راح تشوفين المنافسه القويه ان شاء الله على الحلبة. نطرين هاي معكم ميك اب ارتست عذاري السنافي من الكويت، جايين اليوم دبي مع بوتيكات بنصور لكم حلقه باتل اوف ذا ارتست. فريقي راح يكون الفريق الاحمر وفريق شريفه الجابر راح يكون الفريق الازرق. شريفه اللي بالجدر يطلع الملاس. شروط المسابقه عندكم 30 ثانيه لتختاروا الميك اب و30 دقيقه لتعملوا افضل لوك. هاي انا ايا فيصل لايف ستايل بلوجر، اليوم صورنا حلقه مع بوتيكات فور ذا باتل اوف ارتست. ثانك يو عذاري فور ذا اميزنج ميك اب، غيرت لي شكلي، وثانك يو بوتيكات. هاي انا شهد الجميلي اركيتكت ومقدمه برامج. اليوم صورنا باتل اوف ذا ارتستس ويا بوتيكات دبي. الميك اب شريفه الجابر سوت لي اياه، صراحه غير ستايل عن المتعوده عليه، اثقل ومور سموكي، بس حبيت الالوان، حبيت اللنسز اللي خلتني البسهم. فثانك يو شريفه وثانك يو بوتيكات.